الجمهورية تحدث على أنه سنة 2019 ستكون سنة اتحادية بامتياز. هل الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن الظروف اليوم مواتية بالفعل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ستكون ناجحة في ظل الظرف اللي نعيشه اقتصاديا وسياسيا؟ بطبيعة الحال الأولوية هو نستكمل الهيئات الدستورية، والحمد لله وقع استكمال الهيئة المستقلة للانتخابات. إن شاء الله نستكمل المحكمة الدستورية، ولما لا، كل حاجة عند الإطار نتاعها، واللي عنده ثقة بروحه واللي يقدم للشعب التونسي على ضوء برامجه وما قدمه من إنجازات، تو الشعب التونسي يقول الكلمة نتاعه، وإحنا ننحني أمام إرادة الشعب والخيار الديمقراطي لا رجعة فيه. في حال تواصل الأزمة بالأبعاد هذه، هل ننتظر الاتحاد العام التونسي للشغل أن يكون عنده موقف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، بأنه العملة نتاعنا باقية تنهار، نسبة المديونية باقية ترتفع، والحكومة يعتبر الكثير أنها وكأنها حكومة تسيير أعمال لا غير؟ شوف، حكومة تصريف أعمال مش تصريف أعمال، هذه حكومة خذت الثقة من نواب الشعب، وهل نحكوا على الخيار الديمقراطي وأمن به، لابد أني نعطيها معناها البعد القانوني نتاعها. هذا إطار رغم موقفنا وخلافات اللي كانت من خلال بنانا على مؤشرات اقتصادية وغيرها. فكل الاتحاد هو المنظمة التي خلقت من رحم الشعب وستكون دائما في عمق وجدان هذا الشعب من خلال دفاعها للخيارات الوطنية، تأسس إلى دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية وتكرس فيها التنمية المستدامة والتعايش معناها ما بين كل مكونات هذا المجتمع وتقاسم الخيارات نتاعها.